من دبي، برحب فيكم بحلقة جديدة من سيرة، وانفتحت على هامش منتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية 2010. بيحمل بدورته التاسعة السنة عنوان حراك الإعلام العربي، تعزيز المحتوى لتطوير الأداء. رح نبلش الحلقة بسيرة وما انفتحت. دايما بنسمع عن خطر الإنترنت على التلفزيون، بس اللي لحد هلا بعد ما عرفوا شو يعني خطر الإنترنت على التلفزيون، حاب أقدم لكم أول مسلسل درامي عربي مش على التلفزيون وإنما على الإنترنت. شنكبوت، تجربة رائدة ممكن تغير تاريخ الدراما العربية. تقرير محمد بركات. مليئين بالحماسة والإحساس بالتفوق على التلفزيون ومسلسلاته والدراما التي يعتبرونها مهلهلة وبعيدة عن الواقع، يدخل أعضاء فريق شنكبوت إلى شبكة الإنترنت مع المسلسل الدرامي العربي الأول من نوعه عليها. وأكثر شيء بيقدر يحضروه هو شيء طوله 5 أو 10 دقائق، إنه كتير قليل ما تلاقي شباب من اللي نحن حابين إنه نوصلهم بين عمر 15 و25 سنة، قليل ما تلاقي منهم بيقعدوا بيحضروا فيلم مثلا طويل، كلهم بيروحوا بيلعبوا جيمز، بيعملوا داونلود لفيديو كليب ولا كذا. فنحن قررنا انه نجمع كل هالفورمانس اللي هن بيحبوها بمسلسل. المسلسل يمكن تنزيله عن الانترنت ومتابعة حلقاته بمعدل حلقتين اسبوعيا، تتراوح مدة الواحدة منها حول 5 دقائق. القصة بطلها شنكبوت، وهو سليمان الذي يقوم بدوره حسن عقيل. يمثل عقيل دور فتى ديليفري يدور في شوارع بيروت ويوصل كل شيء من الخبز إلى الممنوعات، إلى أن يقع في غرام رويدة الهاربة من منزلها إلى الشهرة الموهومة، وتبدأ المغامرات. إنه مشكلتنا بالدراما اللبنانية بتكون إنه الكاركترز اللي عم نشوفهم أو الممثلين اللي نشوفهم على الشاشة هودين ممثلين بالأغلب ما منشوفهم، ما منحكي مثلهم على التلفزيون، ما منحكي مثلهم بالحياة العادية. شنكبوت على الميل الثاني لا، بيجي بيحكي مثل ما العالم تحكي. المسلسل الذي صور منه إلى اليوم 20 حلقة من أصل 50 مولتها مؤسسة BBC بدأ يحصد نجاحا لا بأس به، مع أكثر من 15,000 مشاهد في أقل من شهر ومن دون إعلانات. التلفزيون أنا بالنسبة لي وسيلة، وسيلة ديليفري، وسيلة تقديم المحتوى، إن كان على شاشة كبيرة ولا شاشة صغيرة. أنا ما أفتكر أنه في خطر على التلفزيون والإنترنت، في تكامل بين التلفزيون والإنترنت. في كتير برامج تلفزيونية ما نجحت على التلفزيون، راحت على الإنترنت، نجحت على الإنترنت، رجعت على التلفزيون. بكرة كل شيء بده يصير على الإنترنت، حيكون يعني الوسيلة أما التكنولوجيا الأساسية لتقديم كل المحتوى حيكون على الإنترنت. النقاش الأساسي هو هذا المحتمى، أما هذه الفكرة الإبداعية التي يتم إنتاجها بطريقة من الطرق، يجب أنه يكون في إلى طريقة لتقولبها ولا يعني تقدر تحطها بهالوسائل المتعددة. هاي الجريدة كوسيلة ورقية كدليفري للأخبار على الورق، أنا باعتقادي سوف تندثر وسوف يعني تنتهي من هلأ ل5 سنين. ولكن الصحافي سوف تظل صحافي، المشاهد أما القارئ سوف يظل بحاجة إلى خبر يقرأه أما يشوفه أما يسمعه، ولكن بوسائل مختلفة. لسوء الحظ كتير من كليات الإعلام اللي مفروض عم بتهيئ أجيال جديدة من الإعلاميين لا تواكب العصر. من المؤسف انه مش دايما عم بيحضروا حالهم ويهيئوا حالهم، لانه كمان بدها امكانيات، بدها ميزانيات، وبتكلف. المنتوج الانتاج اللي بنلاقيه حاليا على الانترنت خاصة باللغة العربية ضئيل جدا، وهذا شيء مؤسف. طبعا عم بيكتر، بس بدنا نشوف اكتر من الانتاج العربي على الانترنت، لانه لحديت مؤخرا كان اكتره يا انجليزي يا لغات اجنبية. يعني أرى المستقبل أنه سيكون يعني اندماج بين الإنترنت والتلفزيون بحيث يشكل إعلام جديد. هو السر فيه أو الشيء المميز فيه هو التفاعل. يعني عندما أريد أن أشاهد برنامج مع زفين، لا أريد أن أشاهده الساعة 9 مساء مثلا، لا أريد أن أشاهده مثلا في الصباح. فإمكاني أن أدخل على الإنترنت وأضغط زر وأشوف الموقع وأتفاعل معه وأعلق عليه. أيضا هناك مرحلة أخرى من التفاعل،
هي صناعة المحتوى، يعني الجمهور هو من يصنع المحتوى. هناك الكثير من مواقع الإنترنت جمهور هو الذي يصنع محتواها كالفيسبوك مثلا. أنت يعني صارت وسيلة تواصل وليست موقع عرض أو شيء. أنا لا أمسك الريموت وأتفرج على الفيسبوك، أنا أتفاعل معه ويتفاعل معي. فكلنا نحب أن نكون جزء من الحدث ولا نحب أن نكون مجرد متفرجين. التكنولوجيا حتحتم على كاتب المحتوى أنه يكتب لها التكنولوجيا هاي، إن كانت للموبايل ولا إن كانت لل 3D ولا إن كانت للأونلاين. ولكن أنا اللي برجع بشدده، لا غنى عن الفكرة الإبداعية وعلى حكاية هالفكرة أم هالقصة هيدي بطريقة أخرى. بآخر 2010 حيكون في حوالي 25 ألف صحافي بأمريكا بدون عمل. مؤسسة تريبيون كلها اللي فيها حوالي 500 جريدة، منها شيكاغو تريبيون من أعرق الجرائد في أمريكا، سكرت كلها. كريستيان ساينس مونيتور من أهم الجرائد موجودة بماساتشوستس ببوسطن، سكرت الطبعة الورقية وبقيت على الانترنت. أنا باعتقادي خلال العقد القادم بتعجب كتير إذا بيبقى جريدة واحدة ورقية على الأقل بأمريكا. في العالم العربي الرياح التغيير قادمة، وعلى رؤساء تحرير الصحف وأصحاب الصحف والعاملين في الصحف يدربوا نفسهم بالدرجة الأولى ويفتحوا عقلاتهم بالدرجة الثانية لاستيعاب التغيير، ويكونوا قادرين على قيادة التغيير والتكيف معه، لأنه بده يجي وقت لن يكون هناك أحد في العالم العربي بهمه يقرأ أخبار على الورق. الإعلام لم يعد حكراً على غرف الأخبار. بإمكان أي شخص أن يكون ناقل للخبر، بإمكان أي شخص أن يكون إعلامي، بإمكان أي شخص أن يكون مواطن صحفي. الحكومات عم تجرب تحجب البلوجرز والمدونين وحتى الإنترنت والتويتر وهدول القصص، مثل ما صار بإيران مثل ما عم يصير بمصر. ولكن من ناحية تانية احنا بنعرف كمان بالمشكلة اللي صار بطهران، تويتر كان عندهم صيانة محددة بأوقات معينة من قبل بوقت، وسائبة هالوقت تبع صيانة تبع التويتر كان في دعوة لمظاهرة في طهران. هيلاري كلينتون طلبت من تويتر يأجلوا الصيانة تبعيتهم لحتى يقدروا المدونين أما مستعملي تويتر ليتواصلوا مع تويتر ويفرجوا شو عم يصير بطهران. كثير من الشباب العربي الفيسبوك هو يعني هو بيخدم الفيسبوك. الأصل إنه الفيسبوك هو اللي يخدمني، يعني أنا كيف أستفيد من الفيسبوك بإني أسوق نفسي أسوق أفكاري؟ المهم أنا كشاب عربي هل عندي فكر؟ هل عندي هم؟ هل عندي قضية بدي أنشرها؟ وبالتالي كيف أنشر هذه القضية؟ وحكاها الرئيس أوباما عندما اجتمع مع طلاب، قال لهم إذا أردت أن تصبح رئيس في يوم من الأيام فلا تكتب كل شيء عن حياتك، لأنه كل شيء مسجل وكل شيء ممكن يعني ترجع له. حتى في تقصير من الأهل اللي مش عم بيواكبوا العصر، اللي مش متابعين كل التغييرات التكنولوجية تيقدروا يتواصلوا مع أولادهم. بس كمان ما فيك تلوميهم لأنه شيء ما بيعرفوه، يعني شيء غريب. مالي شيء منعلم حالنا، مش عيب. التواصل بالكتابة موجود، ولكن مش ضروري يكون ياخد ورقة وقلم ويكتبه ويخزقه ويحطه على مزرفه ويبعده بالبريد، ولكن بيقدر يعمله برسالة نصية صغيرة على الموبايل، أما برسالة على الوول تبع الفيسبوك، أما برسالة 160 حرف على تويتر. كل رسائل هاي ليش نحن بنعتبر أنه بس الرسالة هي المكتوبة على ورقة؟ أول شيء تنقذ الأشجار إذا بطل في وراء، هذه شغلة كثير مهمة. أنا باعتقادي يجب أنه يبطل. أنا مع اندثار استعمال الورق. أنا أحب أدعو كل اللي بيعلموا إعلام وبيدربوا الإعلاميين أنه يخرجوا من داخل العلبة outside the box، يوسعوا تفكيرهم وأفاقهم. وكذلك الإعلاميين لازم يفكروا بشكل مختلف جدا، لأنه إذا ما واكبوا كل هالتغييرات هيدي مش رح ينجحوا اليوم. أمام الإعلام العربي تحدي كبير قادم، مش خلال 10 سنين ولا خلال 20 سنة، قادم خلال 5 سنوات الجاية. هلأ يجب أن يكون مهيئين لهذا التغيير، يجب أن يتخلوا عن المقاومة الأساسية تبعيتهم
كل ما هو جديد ومتقدم بالتكنولوجيا ويحضروا حالهم لكيف وسائلهم الإعلامية كيف بدها تواكب التغيير. لأنه القراء جاهزين. لأنه القراء تغيروا. The Arab world and other regions as well are leading in developments on the mobile phone. You know, my own country, the United States, I mentioned is really, I'm afraid, rather insular in our knowledge of the rest of the world. We don't have much knowledge of the rest of the world, and our education doesn't give it to us. So we need this input from social media from other parts of the world. And then secondly, we're way behind in mobile phones. If you've ever been to the United States, you'll notice that the mobile phone connections are terrible. They're much better here. So the Arab world, far from pulling away, is actually going to be able to lead in many areas.